يعني في ظل الجمهورية العسكرية التانية اللي احنا بنعيشها دلوقتي، وقائع التعذيب ووقائع الاعتقال أسوأ بكتير أعتقد من وقائع التعذيب والاعتقال في عصر حسني مبارك، وده إن دل على شيء فبيدل على سيادة دولة القانون اللي بنلعن بيها من بعد الثورة. هنكمل الشهادات. عندنا شهادة والد أحمد الدكروري. أحمد الدكروري تم القبض عليه في أحداث بورسعيد، مش الاستاد، لا الأحداث، المظاهرات اللي كانت موجودة في بورسعيد، تم القبض على ابنه. اتفضل. السلام عليكم. أنا ابني ممسوك معايا وإحنا بننتخب في رئاسة الجمهورية، دخلنا ننتخب إحنا الاثنين، أنا وابني دخلنا طلعنا إحنا الاثنين، خدوا ابني وسابوني، وقلت للعقيد محمد ربيع اللي مسكه طب أنت خدته ليه؟ قال لي أصل متصور في مظاهرات القبة. قلت له طب أنا كنت معاه ما بسيبوش، وفعلا كنت معاه في مظاهرات القبة. قال لي أنا هاخدك معاه. قلت له طب خدني معاه. قال لي بس هو متصور. قلت له طب ما أنا واقف معاه، هو مع الشباب بيقول يسقط حكم العسكر، أنا راجل كبير ما قدرتش أقول يسقط حكم العسكر، وقفت على جنبه هو فضل مع الشباب بيقول يسقط حكم العسكر. قال لي هاخده، ولو اتكلمت أكتر من كده هاخدك أنت كمان. قلت له خدني. أخد الولد ووداه في عربية بتاعت الجيش. قلت له طب هيروح على فين؟ قال لي هيروح على الشرطة العسكرية، تروح له على الشرطة العسكرية. الكلام ده يوم 24/5 يوم انتخابات الرئاسة الأولانية، وبعد كده أروح الشرطة العسكرية يقول لي مفيش حد موجود، يقول له روح النيابة العسكرية، أروح النيابة العسكرية يقول لي مفيش حد موجود، شوفوا في اسم المناخ، أروح الاسم متلاش، روح الاسم التاني. قعدت ألف عليه يوم الخميس، يوم الجمعة، يوم السبت، وصلت للحاكم العسكري بتاع مدينة بورسعيد اللي هو عادل الغضبان. قال لي ده موضوع القبة دوت موضوع خلاص انتهى، مفيش منه، مفيش أي حاجة فيه، والموضوع دوت مساب مفيهوش أي حاجة. قلت له طب اللواء العقيد محمد ربيع أخد ابني ومصر إن هو ياخده. قال لي روح وهيجي لك البيت. استنى الظهر، استنى العصر، استنى المغرب عشان يجي ابني البيت، ما جاش. قعدت الف عليه تاني واروح له اتبنه بيسجدني. جبت تليفون العقيد محمد ربيع اللي هو ماسكه، قلت له انا سبت لك ابني، عمل ايه ابني انك انت تعمل معاه كل دوت؟ قال لي كان بيشتمنا. قلت له كان مش بيقول ايه يعني يسقط حكم العسكر، دي شتيمه؟ انا بقول لك اهو في التليفون دلوقتي يسقط حكم العسكر مليون مره، مليون مره. انا بقول لكل واحد حر انا بنادي أنا بقى كل أم وكل أب في أنحاء مصر كلهم لو هم جربوا الدوخة اللي احنا دوخناها على عيالنا. أنا كل يوم بسافر إسماعيلية رايح جاي عشان أشوف ابني. أنا اتعذبت عمر ما عمر ابني ما دخل اسم، عمره ما دخل اسم، عمر ما دخلت اسم أروح للسجون وأشوف المناظر اللي هو بيشوفها ديت مع ناس بتوع مخدرات، واحد مربوط في إيده بيقول له في السجن خدوا مني البرشام فوق، خدوا مني الحشيش فوق، ابني واقف. ايه الذنب اللي هو عمله؟ الذنب اللي هو عمله دوت انه يترمى مع بتوع المخدرات وبتوع الحشيش وبتوع العالم ديت، ذنبه ان هو بيقول لي اسقط حكم العسكر. انا بقول لكل ام وكل اب يا شعب مصر ما تسكتوش، ما تسكتوش، احنا عيالنا الظلمه. وبقول للسيد رئيس الجمهورية انت اتظلمت قبل الثورة وكنت بتتاخد في المعتقلات، يعني حاسس بالظلم بتاع الناس وحاسس بالظلم دوت، ارحم عيالنا اللي اتاخدوا هدر دول.
ارحم عيالنا زي ما خدوك قبل كده، واحنا سمعنا اللي بيقولوه في المعتقلات، وانت خدت ظلم، عيالنا اتخذت ظلم برضه بدون اي وجه حق، بدون انه وجه حق اتخذت عيالنا. فارحمنا واصدر قرار بعفو شامل عن جميع المعتقلين. وانا بنادي من دلوقتي وبقول يسقط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر. لو هطلع من هنا وهتاخد على برضه معابني. طيب يا جماعه شوفوا لو سمحت. طيب لو سمحت احنا عاملين